أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا يعقد عقد النكاح في المسجد بحضور المسلمين، ويحدث أحيانا دخول النصارى لحضور تلك المناسبة. السؤال: ما حكم دخولهم المسجد تلك المناسبة، وما حكم حضور حفلات زفافهم في الكنيسة؟ أما المسجد الحرام فلا يدخلونه، قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما بقية المساجد فيجوز دخولهم إياها للحاجة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وفد نصارى نجران، وربط صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم، فيجوز دخولهم للحاجة. نعم. وعقد النكاح في المسجد لا بأس به، بل بعض العلماء يقول يستحب أنه يعقد في المسجد. نعم. وحضور حفلاتهم في الكنائس؟ لا، حفلاتهم التي فيها شيء من كفرياتهم ودينهم ما يحضرها المسلم. أما إذا كانت مجرد طعام، دعوه إلى أكل طعام مباح فلا بأس، يحضر ويأكل ما لم يكن فيه شيء حرام. نعم.